كتير سألني وكنت عايزين تشوفوا خطيبة الواد تامر اللي خانته. اهي خطيبة تامر. قال لك اكل موز لوحدي، صعبت عليه نفسه لما عرفت ان هو اكل موز واكل جته واكل حله اندوم. قام هو في السوق راح جاب لها موز حمار زي ما انت شايف، شايف الموزه طوليه في بتاع اربع موزات. طبعا خطيبته، خطيبه تامر، هي اسمها كده ملهاش اسم، اللي ما تتسمى خطيبه تامر. هو تامر اللي بيديها الطوم الطوم وبيمسح لها بقها. مفيش نفس، مفيش صبر. اصبري يا اختي يا اما، اصبري خدي نفسك بالراحه علينا. ماشي التانيه، احنا عارفين كده. الله اكبر الله اكبر الله اكبر، ده مفيش عضمات تخش في بقها ولا حاجه كده، ولا حاجه كده حتى يوقف القطر اللي شغال ده.